السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين والمشاهدين، ويسعدني لقائكم دائما وأبدا على صفحة قناتنا لنتشارك معكم الألعاب الجميلة. اخترنا اليوم إن شاء الله لعبة جديدة وراح نجربها معاكم، وأتمنى أنها تلاقي من عندكم صدى جميل. أتمنى أنها تعجبكم، هذا اللي يهمني. طبعا قبل ما نبتدي أذكر الجميع بإبداء رأيهم في اللعبة، ما أستغني عن توجيهاتكم، ما أستغني عن الكومنت اللي دايما راح تتركونها بعد كل حلقة، لأن هذا الشيء يسعدني جدا وأنا يسعدني أن أتواصل معاكم. طبعا لعبة The Forest أحد الألعاب الجميلة اللي فعلا لها صدى ولها مكانة. اللعبة في حلة جديدة الآن. طبعا اللعبة قديمة، اللعبة قديمة ولكن عليها تحديثات جديدة. هي من المطور والناشر الـ End Night Games، نشرت في عام 2018 ولكن الآن دخل عليها تعديلات كثيرة، واللعبة جميلة جدا وراح نبتديها as single player. أذكر قبل ما ندخل في اللعبة، أذكر طبعا اللعبة فيها مناظر الرعب، اللي وده بالرعب حياه الله يتفضل، واللي ما يقدر أو ما يتحمل بعض المناظر فعاد على كيفه. كذلك في تذكير مهم، وكذلك يضاف له الشكر لجميع المشتركين اللي اشتركوا معانا في المرحلة الماضية، واللي احنا الآن على أبواب 200 مشترك إن شاء الله بإذن الله، راح يمكن نوصلهم اليوم أو نوصلهم بكرة. هذا الشيء مكفول بيد أو شيء، هذا مكفول بناء على رغبة اللي يشاهدون قناتنا ويشاهدون الفيديوهات اللي نرفعها ونعرضها لهم بعد يعني عمل طويل كتسجيل وكمونتاج واستعانة بأدوات ذات يعني مميزات جميلة، من برامج للشرح وبرامج للمونتاج، وكذلك لسيستم خاص بالصوت. فعلا أنا قضيت تقريبا 10 شهور من أول لعبة نزلتها على القناة، و10 شهور من ذاك الوقت إلى الآن اكتسبت أصدقاء أعزاء حقيقة أكارم من كل مكان، يشاركوني دائما آراءهم والطلاع وآراءهم ومديحهم الجميل، اللي حقيقة أنا ممنون لهم كثير. فوصلنا الآن إلى مرحلة مثل ما نقول، هل أترك اليوتيوب، هل أترك عرض الألعاب اللي ألعبها وأشارك الأصدقاء هذولا اللي معاي بعد 10 شهور مشاركين أو مشتركين في القناة قليل جدا، قد نصل إلى 200 أو لا نصل. اليوم أنا أشوف الرقم إنه 197. شكرا لكم على الاشتراك أعزائي الأكارم اللي اشتركوا معنا مؤخرا، وشكرا على مشتركينا القدماء اللي صبروا علينا من البداية إلى هذا اليوم. ولكن أتمنى كل من يشاهد الفيديوهات اللي أطرحها، أتمنى أنه يشترك معنا. اشتراكك دعم، اشتراكك تشجيع، اشتراكك معناه استمراريتنا في هذه القناة، اشتراكك يعني لنا أنه راح نطور أكثر وأكثر وإن شاء الله إلى الأفضل. من غير الاشتراكات مؤكد راح يكون، ما أقول إحباط إن شاء الله ما في إحباط بوجودكم، إن شاء الله ما في إحباط. خلونا نبتدي ونتوكل على الله. سينجل بلاير نيو جيم، إيش بعد، إيش باقي؟ ريكومندد نورمال يا حبيبي، وين الهارد؟ خليني من الهارد.
راح نبتدي اللعبة الآن. The Forest لعبة هي نوع من أنواع ألعاب السيرفايفل أتوقع. طبعا مثلها مثل سراند الديب في طائرة، ومثل ما أنتم عارفين حوادث الطائرات دائما فيها مشاكل. هذا ولد اللاعب اللي نلعب فيه مع أبوك، شكله مبسوط، شكله خايف، أو شكله نايم. سيرفايفل، شوف معناته أنا قلت لكم اللعبة تنتمي إلى نوعية السيرفايفل. إيش؟ أوكي راح نربط الحزام، تحذر. أوب ماي جاد، يا الله. صبور. الله يسر، الله يسر. سقوط اين؟ وين؟ في بحر ولا وين؟ اوه ايش هذا يا ولد؟ جيب الولد يا ولد، جيب الولد يا ولد، جيب الولد. سرق ولدي، سرق ولدي على المصيبة اللي فيني، سرق ولدي. اوه ماي جاد، هذه رسومات الولد. لو انرجي، ايت سمثينج اور جيت سم ريست. اكيد راح ناخذ هذا. اوكي نشوف ايش المشكلة. هذه اشياء والاغراض الخاصة بالطائرة اللي سقطت. وش عطانا؟ عطانا تيب. ما في طعام، في تيب. بدينا تقريبا نعرف بعض الحركات مثل ال. يا غزال لا تجنني يا غزال، كفيني اللي فيني من المشاكل. طبعا نقدر ناخذ اخشاب، شوف نقدر نحمل اخشاب، لكن نقدر نحمل حجارة. تقريبا قروش، عند من اصرف هالقروش؟ تيب، ما نبغى التيب، نبغى اشياء ضرورية. هذه ماني عارف والله ايش. احنا ما زلنا قاعدين، ما زلنا ندور في مكان الاكسيدنت، لسه ما طلعنا من مكان الاكسيدنت. طيب نشوف الماب احنا وين. ما فتح الماب معانا للأسف. طيب الان انا محتاج الى ايش؟ المعلومية. قد يكون صاحبنا يموت في اي لحظة. باتري، يا كثر ما اخذنا الباتري. يقول اكل طعام، راح اكل من. اوكي يعني الطعام شيء ضروري. والان راح ابادر بالمغادرة. يقول to open survival book. هذه خشبة، الأخشاب أكيد راح نستفيد منها بشيء. أكيد راح نعمل كرافتينج علشان قبل لا أغادر المكان. طبعا نووي أني راح أرجع إلى الطائرة. بالبي راح نفتح السيرفايفل بوك، وراح نقول كيف نعمل فاير، كيف نعمل شيلتر، فود اند ووتر. فود اند ووتر اكيد لازم نصنع شغلات. او ماي، شوف يعني لابد. كيف راح تعمل لك رابت جيج اللي هو قفص لل
للأرانب ولا الواتر كولكتر خاصة بالماء، كيف نصنعه علشان يجمع لنا ماء. طبعا أنا ما أبغاها الآن. هنا جاردن وهنا دراينج. يقول تبني لك هنا، تعمل لك كام فاير، كام فاير تجيب لك تو ستيكس والظاهر 7 ليفز ورق أشجار تجمعها علشان تعمل لك كام فاير. خلي سلاحك معاك دائما. طيب راح أتوكل على الله وأتحرك شوي يمين يسار وأشوف إيش الوضع. أحتاج أوراق شجر. والله كاتبين لي إني أحتاج إلى ورق شجر. للمعلومية لسه ما أعطوني. ما قدرت عليه عصفور. شكله كأنه ماء هناك. هذا ماء كويس، إني راح أروح عند الماء. فهل أنا راح أقدر أشرب من الماء هذا؟ لا، أكيد لا. وهنا بيت ولا إيش؟ وهذه شنط. لكن أوه تيب. أوكي حصلنا سناك. أوكي السناك هذه راح تفيدنا بصراحة. هي طعامنا المبدئي الآن تيب. تيب بعدين راح أخذه، ما هو بوقته. يا أخي على التيب هذا اللي والله كثير شنط. أموال أشتري من مين أموال؟ مساكين المسافرين هذول اللي أخذوا أموالهم معاهم. ها في أكل. ما قدرت عليه. طبعا الرابط الأرانب تقدر تصيدهم. خلاص خلاص يا أخوي لا تذبح نفسك. طبعا ما أقدر أشرب من هنا. اوكي او ماي جاد على الفظاعه اللي انا سويتها. هذه ايش؟ هذا شكله تروفي. اوه هذا اللي احنا نبغاه. هذه وحده ثانيه. تمس هذا ايش؟ روميت. طيب انا راح اعمل لي مكان حق الماء طالما انا في المنطقه هذه ضروري. في الكامبينج في الكامب فاير. هذا الماء واتر كولكتر. اوكي ممتاز، عملنا مكان خاص لشرب الماء علشان اخذ هذول. ما ابغى اضيعهم. هذا تروفي الراس. ايش اسوي فيه الراس؟ ايش رايكم يعني يكون مكان الكامب حقنا هنا؟ ايش هذا؟ كانه منزل. خلني اروح اشوف بالضبط ايش المكان هذا. يا طايره، شوف شوف الطايره فوق.
ها ايش هذا؟ انتبه 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 انتبه، في شيء جديد قدامي. او ماي جاد، وال ايش هذا؟ ايش هذا؟ خذ الخشب يا ابوي استفيد منه. وهذا بعد، ايش العلامات هذه؟ هل انا وقعت في منطقة فيها اكلات لحوم؟ والله في صناديق هنا، ايش استفيد من الصناديق هذه؟ يا ريتني ما بنيت. اوه شوف 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 شوف، اتوقع انها الكترونيكس، والالكترونيكس ما هو بوقتها الان. يا في شيء ارعبني الان بصراحه. في جماجم مرميه وفي اشياء معلقه خطيره. هذا ايش؟ فواتير؟ خلينا نتخلص من المشكله اللي احنا فيها الان. ها في صوت، في صوت لا يبشر بخير. كلها فواتير، يبدو اني واقع في مأزق كبير صراحه. هذا ايش؟ هذه حجاره. هذولا بعدين اجيهم. هذا ايش؟ طعام، حجارة. يتعب خوي اكيد. والله كارثة. طيب كيف اعمل لي شلتر؟ انا المشرر سويت لي حق الماء هناك، ودي ابعد واكون اواجه منطقة كذا تقريبا. خلنا اشوف، افتح المانيوال علشان اعمل لي شلتر. هنا في شلتر، هنا احتاج الى 14 ستيك، وهنا الهانتينج شلتر حق الصيد، صيد ايش ما ادري. وهنا بناء لوج كابين، وهنا سمول كابين. برأيكم أشتغل على هذه علشان أعمل لي مكان؟ شوف، لكن هذه راح تتعبني إني أبعد وأجيب أخشاب وأجيب شغلات. أتمنى الأرضية تساعدني. أوه أقدر أرفع، لكن لو خليته على الأرض شوف كيف ارفع. او ماي جاد ارفع. طيب كيف راح اسوي لي درج؟ ايش هذا اللي جاني؟ جاني عصفور يا اخي فكني. ما ادري المنطقه تستحق ما تستحق، تستاهل ما تستاهل، الى الان انا ما ادري. والان جاني الليل ولا ادري وش السالفه. افضل ايش؟ افضل اني افتح اعمل لي كام فاير. عندي ليف؟ ما عندي. عندي ورق؟ ما اعتقد عندي. ما اعتقد عندي. ما عندي ورق اصلا. اوكي يقول يولع. ممتاز. ايش حط قروش؟ يقول يحط قروش عشان تولع زياده. معقوله؟
والله ما أدري، ما أدري إيش اللي راح يواجهني بصراحة. راح نخفي اللايتر. راح نخفي اللايتر بالإل. طبعا مثل ما احنا شايفين الآن الوضع، والله ما أدري إيش اللي راح يحصل علي. فقط أنا حطيت كم فاير وقاعد أنتظر مصيري. في شيء يلمع هناك. أوه كويس، أتوقع أن هذه مشروبات. كويس، أنا حظي حلو أني جيت عند الشاطئ علشان أحصل لي أشياء. هذه حجارة أتوقع. خلاص لا تتعب يا أخوي، محتاج طعام خوي، محتاج طعام. إيش هذا؟ هذا الورق عندي، ورق عندي 7 ورق. يعني هذه أدوية. بوز 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 كرافتينج نكريدنت. هذه لحوم روميت، محكولة عندي روميت. روميت طيب ايش اسوي فيه الروميت؟ احطه باليد. لحظة شوي، اذا كنت اقدر انا اعمل، اقدر احطه على النار. يقول يضغط سي. طيب كيف ادري انه انشوها؟ ما ادري هل هو راح يستوي او ما يستوي، والله ماني عارف. ها ايش اللي صار؟ اوه لحم. اوه ماي جاد، شوف عطاني انرجي قوي. اثري اللحم نقدر نشويه هنا، فقط اضغط سي واللحم راح يروح ينشوي. طيب ايش رايكم؟ يعني معناها احنا في ماب كبير، والى الان ما فتح معاي الماب للاسف. قد يكون لازم في شيء معين. انتظر الصباح، ومثل ما انتم شايفين النجوم. يبدو اني لازم ابني لي شلتر هنا في المنطقة دي مبدئيا. الليل قاعد يتحرك، قاعد يتسرع، ولكن متى راح؟ يا خطير وش هذا؟ لا 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 لا، هاي ولد ولد، ما سويت لكم شيء، ما سويت لكم شيء. اوه ماي جاد، اخبط اخبط اخبط، تعال تعال تعال. يوه اوه اوه، دمجوني، سرق مني خشب مدري. يا ولد لا تخليه يقرب لك. تعبت انا، تعبت. يوه شيء مرعب. لا 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 لا، ما قدرت عليهم. الليل مصيبة حقيقة، شيء مرعب، شيء مخيف. اي لايتر يا حبيبي، اولع لنفسي لايتر. وين فيه انا الان؟ وين رموني هم؟ واخيرا اعزائي المتابعين، ناتي الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى انها اعجبتكم، واصبروا علينا على المناظر هذه شوي المقرفه، اللي ما وده او ما يحب يطالع التكمله في الحلقه القادمه راح التقي معاكم مره ثانيه. والان اعتبر نفسي جيم اوفر، لانهم صادوني وتقريبا انهم اسجنوني.
لا تنسون الضغط على زر اللايك، لا تنسون دعمكم الدائم، اكتبوا لنا إذا كانت هذه اللعبة عجبتكم أو ما عجبتكم، لا تنسون الاشتراك معنا للي ما هم مشتركين. ويا حزني أقول لكم في أمان الله.